سيناريو التهجير القسري يطل برأسه في المقدادية ويفرغ قراها ويفزع أهلها. أكثر من 400 عائلة من قرى نهر الإمام، شوكريم، الميثاق، العامرية، الهارونية تركت منازلها وهجرت قسراً نحو مناطق بعقوبة، خانقين، حمرين، القاطون، واتخذت المساجد ملاذاً آمناً لها في وقت تعاني فيه من انعدام المأوى والمأكل والمشرب وتحيط بها ظروف إنسانية صعبة، فيما أكدت وزارة الهجرة أنه لا نية لها لفتح مخيمات جديدة لإيواء العائلات المهجرة. الخسائر المادية التي لحقت بقرى نهر الإمام شوكريم فادحة وصلت إلى حرق 170 منزلاً وتدمير 57 عجلة وآلية زراعية، في وقت تشهد فيه قرى نهر الإمام شوكريم العامرية قصفاً ليلياً بقذائف الهاون طوال الأيام الأربعة الماضية، ما فجر هجرة جماعية جديدة أفرغت 5 قرى من أهلها. بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة نشرت العمليات المشتركة تعزيزات عسكرية إضافية في قضاء المقدادية وفرضت حظراً للتجوال ليلاً طوال الأيام الأربعة الماضية، فيما يؤكد متخصصون في الشأن الأمني ضرورة إنهاء خلايا الإرهاب في كل مناطق ديالى عبر تفعيل الجهد الاستخباراتي الحقيقي. من جهتهم حذر الأهالي من محاولات خبيثة يتبعها الإرهاب لتأجيج الطائفية. Thank you.